النهاردة الفازلين والملح هيرجعك شابة كأنك عمرك من 20 لـ40 سنة. الفيديو ده مهم جدا جدا، وصفة سهلة خالص، فازلين وملح، وهنضيف عليهم مكون واحد بس هيديهم قوة في عمل ايه؟ في تبييض البشرة كلها، وحتى نقدر نستخدمه في كل جسمنا، ازالة التجاعيد، ازالة الترهلات، ازالة الخطوط وملء الفراغات. ولو عندك بقع او استرايح خطوط بيضة في جسمك بسبب انك وزنك زاد مرة واحدة بتاخدي كورتيزون، كل ده هنعالجه في الفيديو ده وفي الوصفة السهلة دي. فانت لو ما جربتهاش هتندم انك ما جربتهاش. بس خلي بالك، اهم حاجة في الوصفة الطريقة، طريقتها لازم تتعمل زي ما هقولك، فلذلك لازم تتابع الفيديو ده للاخر عشان تستفيدي. يا ريت بقى الناس اللي مش مشتركين جديد ينزلوا يشتركوا في القناة ويدعمونا عشان يوصل لهم كل جديد. واهم حاجه تفعلوا زر الجرس، والناس القديمه برضو اللي معانا على القناه يا ريت يفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد. وما تنسوش اعملوا لايك للفيديو دوت وشيروه عشان كل الناس تستفيد. طب نخش على طول بقى. انت لو عروسه وما قدامكيش وقت خالص، فالوصفه ديت اصلا وصفه مفيده جدا 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 ليكي، وبالتالي بجد هتجيب معاكي نتيجة كويسة. طيب أول حاجة، إيه هو المكونات؟ الملح الطعام. هنجيب حاجة بقى نعمل فيها الوصفة أهي. هنعمل إيه بالظبط؟ ملح الطعام هناخد معلقة كبيرة بيه. طب نقدر نستبدله؟ طبعا ملح الطعام نقدر نستبدله بيه السكر لو أنت عندك تحسس منه أو حاجة. ناخد معلقة كده كبيرة منه، نخلينا عشان تبقي عارفة المكونات. ناخد معلقة من ايه؟ من الملح. هيتبقى معانا المكون ملح ذات نفسه بيشيل الجلد الميت ويشيل الترهلات، فبالتالي هو حاجة كويسة جدا جدا ليكي لو انت بتسعي انك تشيل الترهلات والجلد الميت. طيب هنضيف ايه؟ هنضيف زيت الزيتون، وده المكون التالت اللي هيتضاف على الوصف. زيت الزيتون اهو. لازم تتأكدي ان زيت الزيتون ده بكر ممتاز عصرة اولى كمان. ليه؟ في زيوت بتتباع غلط وبتجيبيها وتعملي الوصفة تقولي ده ما جابتش نتيجة، لانك انت اللي بيعالج بيعالج على انها مخشوشة. طب هنعمل ايه؟ هناخد معلقة كبيرة منه. هنبتدي طب بالنسبة لزيت الزيتون ده يا جماعة، ناخد معلقة كده كبيرة منه. طب بالنسبة لزيت الزيتون ده هو ايه اهميته؟ اول حاجة بيعمل على شد البشرة وملء الخطوط وبيعطيها نضارة، ومهم قوي 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 في علاج الترهلات. لو انت بتخسي وحصل عندك ترهلات فهو حلو. طب طريقته في الترهلات بيستخدموها ازاي بقى وجابت نتيجة مع الناس اللي استخدموها وانا استخدمتها؟ بتستخدميه بالطريقة دي. أول حاجة بتدعكي جسمك كامل بزيت الزيتون بالليل، وتقوم الصبح تغسليه عادي خالص. بس وانت بتغسليه الصبح تدعكيه نفس جسمك يعني أو بشرتك نفس اتجاه حركة الأوعية الدموية عشان تبدأي تشد الترهلات دي. يبقى كده عرفت زيت الزيتون وازاي نستخدمه لوحده في الترهلات. طيب المكون التالت هو الفازلين، ده آخر مكون معانا أهو. هناخد معلقة من الفازلين. خدنا معلقة، كل المكونات دي بقى تتخلط مع بعض كده. وتتأكدي ان كل المكونات دي دخلت مع بعضها. ولازم تعملي بالكميات اللي انا قلت لك عليها. حتى هنا يعني حتى لو حطيتي سكرين او ملح مش هيختفي معي، فهيطلع معاكي مكون بالشكل ده او خلطة بالشكل ده. الشكل ده بتتكون من زيت زيتون وملح وفازلين. طب نستخدمها ازاي بقى؟ اهم حاجة في الطريقة في الوصفة دي كلها الطريقة، ازاي انا استخدمتها وجابت معايا نتيجة. اول حاجة ممنوع ممنوع، وخلوا بالكو، ممنوع جدا جدا انك تعرضي نفسك للشمس او تتعرضي لحتى حرارة المطبخ في الوصفة دي. ليه؟ عارفين المكونين دول زيت الزيتون والفازلين
اكتر حاجه بيحبوش، فدول الحرارة. ما بيحبوش الحراره زي ما احنا قلنا، فممنوع تحطيهم وتتعرضي بيهم للشمس. مش في الوصفه دي بس، يعني اي وصفه انت تعمليها وتلاقي حد عامل لك حاطط لك فازلين زيت زيتون، ما تحطيش ولا تتعرضي للشمس او للمطبخ. دي حاجه مهمه جدا. تاني حاجه من الاحلى والافضل الاوقات اللي انا بحط فيها هو الليل. ممكن تحطي بالليل مثلا الوصفه دي وتنامي، او تحطيها ساعتين وتغسلي لو انت مش عايزاها تفضل على جسمك كتير. طيب ايه الخطوات اللي انا بقى هعمل بيها الوصفه دي؟ يا ريت تعرفيها وتعمليها زي ما انا بعملها عشان توصلي لنتيجه كويسه. اول حاجه هنغسل البشره غسله كويس. بمعنى ايه غسله كويسه؟ بمعنى انك تشيلي اي ميك اب انت حطاه، الميك اب موجود يعني الوصفه مش هتشتغل كويس. طيب اشيله ازاي؟ ايه احلى حاجه بتشيل الميك اب؟ عارفه زيت الزيتون ده من احلى المواد اللي ممكن تزيلك الميك اب على الاطلاق. دي حاجه مهمه. تاني حاجه هنستخدم الغسول الخاص ببشرتك. انت واحده ست بشرتك حساسه، او انت بتستخدم مثلا حاجه حساسه، دي برضو للرجال بتنفع برضو، يعني بيستخدم حاجه حساسه فاكيد بتستخدم غسول خاص بايه، بوجهك يعني او ببشرتك، فاستخدمه. يبقى اول حاجه تغسل بقى انت خالص بميه عاديه، ثم بعد كده تحط الغسول، ثم تحط التونر. ايه التونر بقى؟ التونر ده مهم في الوصفه دي، حلو اه لما بتحط قبل الوصفه بيدي الوصفه قوه وبيبيض وبيعالج التجاعيد وبيشد البشره. التونر هنا هو ماء الورد. ماء الورد تجيبي ماء ورد في ايدك وتدعكي كده على جسمك او ترشيه كده. نخش بقى على الوصفه. اول ما تحطي ماء ورد على طول بعدها بتستخدمي الكريم اللي معانا، اللي هو قطع من دي كده، تعتبر دي تملالك الوجه والرقبه. ما يعني ايه، ما تقوليش ان دي حته صغيره، لا دي حته قادره ان هي تتوزع كلها على الوجه والرقبه. طب هنستخدمها ازاي؟ اول حاجه هنبدا نوزعها كأن دي مثلا بشره، ونبدا نوزع كده. طيب بعد اما توزعي هتجيبي صباعينك، صباعين، وتبدأي تفركي كده، بس تفركي جامد لحد المكونات. ليه بنفرك؟ انت وانت بتفركي هتلاقي في ايدك، بصي ايه الحاجات اللي بتلمع دي، اللي هي الملح اهي، دي الملح ماشي، او السكر البديل بتاع الملح هنا. فبالتالي لازم تفركي كويس عشان المكونات تدخل مع بعضها. وانت بتفركي تفركي بحركة دائرية، شفت انا بفرك ازاي كده بس، وبعد كده بتسيبها تنشف وتغسليها خالص. لو عندك صبار بقى او حاجات بقى مرطبة تحطيها بعد الوصفة. يبقى دي الوصفة، بس اهم حاجة هي الطريقة. الطريقة ايه؟ نغسل البشرة كويس وننضفها من اي ميك اب خاص للستات. ازاي؟ بزيت الزيتون اللي معاكي برضه، وتأكدي ان زيت الزيتون، بصي زيت زيتون بكر ممتاز، اتأكدي من كده. وبعد كده تقدري تستخدمي ايه، تحطي تونر اللي هو ماء ورد، ترش كده على البشره، وبعدين تحطي ايه الوصفه، توزعي الوصفه ثم تفركيها بشكل دائري. لازم تتفرك بشكل دائري، عشان انا هنا بشغل الاوعيه الدمويه، مهمه في عمليه الترطيب وعمليه التبييض وتقشير البشره الـ 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 من الـ من الخلايا الميتة. عشان أي وصفة بتبيض لازم الخلايا الميتة دي تكون متشالة. يبقى كده الوصفة هقولها بالظبط في أقل من دقيقة عشان الناس اللي نسيوها. هتجيبي ملح، تحطي معلقة كبيرة من ملح الطعام، أقدر أستبدله طبعا، تقدري تستبدليه بمعلقة سكر، وزيت زيتون مهم جدا جدا لشد الطرالات برضو معلقة منه، والفازلين برضو معلقة، ونخبط يعني ايه، ندخلهم مع بعض كده ونطلع بيه كده. القطع صغيرة من دي تقدر تمليها. طريقة الاستخدام بسرعة، ممنوع 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 في أي وصفة فيها فازلين أو فيها زيت زيتون إنك تتعرضي للشمس أو للحرارة، فبالتالي ممنوع تعرضي للمطبخ أو تقفل المطبخ كتير لما تستخدميه. عشان كده في أحلى وقت ليها بالليل. أول حاجة تغسلي أو تحطيها ساعتين وتغسلي عادي. أول حاجة تغسلي البشرة، وممكن تغسلها بزيت زيتون لو انت ست، انت راجل ممكن تغسلها بميه دافيه عاديه، ثم تحطي تونر ماء ورد، ثم تحطيها وتفرديها وتدعكيها حركه دائريه، وتسيبيها من ربع ساعه لتلت ساعه، او تسيبها لحد ما تنشف، او زي ما انا قلت لمده ساعتين ده احلى وقت، او تسيبها طول الليل.
لو استفدت بقى ما تنسيش تدعميني عشان اوصل لكل جديد. شكرا لك.